Your Excellencies, Prime Minister of معالي معالي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، ومعالي وزير التنمية المحلية، ومعالي الوزراء الحاضرين، ومفوضي الاتحاد الأفريقي، والسادة الشركاء للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي، والسيدات والسادة، أود أن أبدأ خطابي بالشكر معالي الرئيس وزراء جمهورية مصر العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وأيضا أن أشكر المشاركين في هذا الحدث، وأود أن أشكر أيضا حكومتكم الموقرة، حكومة جمهورية مصر العربية لعقدها هذه الدورة العادية الرابعة، وأشكركم على حفاوة استقبالكم لنا وتعاونكم مع الاتحاد الأفريقي وإدارة العلاقات السياسية وجعل هذا الحدث أمرا ممكنا. أنا كرئيس لهذه اللجنة أشكر الاتحاد الأفريقي لترشيحهم لي لانتخابي في 2018. لقد سعدت بخدمة الاتحاد الأفريقي، وأنا أقدر التعاون والدعم الذين تم وأود أن أشكر كل المشاركين في اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي وأمانتها، وذلك على دعمهم لي خلال فترة تفشي كورونا فيروس، وهو الأمر الذي أثر على نشاطنا. أود أشكرهم على دعمهم، ولولا دعمهم لم يكن يتسنى لي أن أنجز ولاياتي وأتمها. معالي رئيس الوزراء السيد الحضور، عندما رأست اللجنة الفنية المتخصصة في ديسمبر 2018 لمست الأنشطة، ووضعنا الأنشطة التي من خلالها سنقوم بتطوير أفريقيا. كان هناك خطة التحول الحضري، وكانت ومبادئ اتفاق 2016 في كيدو، كانت ولاياتي تركز على تطوير الموائل والمستوطنات البشرية من خلال إطار منسق لتنفيذ الأجندة التطور التحول الحضري الجديدة في أفريقيا عن طريق البناء المؤسسي وبناء القدرات وتبني التحول الحضري الجديد وأهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، وأظهرنا أن قارة أفريقيا تضع الإطارات وتنفذها، وقمنا أيضا بالتصديق على ميثاق الاتحاد الأفريقي الخاص بالخدمة العامة، وأيضا ميثاق الاتحاد الأفريقي للحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية. وفي هذا الصدد قمنا بعقد ندوات للتوعية بهذا الميثاق ومبادئه ودور الخدمة العامة، ولمسنا الزيادة في عدد الدول المصدقة على هذا الميثاق، ولمسنا دور الدول في تطوير خريطة
عمل وقوانين لتطوير المستوطنات البشرية والتحول نحو التحول الحضري. معالي رئيس الوزراء والسادة الحضور والأمانة العامة للجنة الفنية المتخصصة، نحن ندعو لعمل يوم أفريقيا للخدمة العامة والتحول الحضري، وخلال هذا العام بالذات نحن قمنا بالاحتفال على المستوى المحلي بناء القدرة على الصمود داخل أفريقيا، والاحتفال بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا دمج الأفكار المثمرة المتعلقة بالخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية في إطار عملنا. ونحن نواجه تحديات كثيرة تتعلق بزيادة أعداد السكان والأمن الغذائي، لذلك فإن التعاون الوثيق معكم ومع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أثمر عن وضع مواثيق في إطار اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة، وأيضا عقد المكتب جلسة غير عادية في يونيو العام الماضي لوضع الإجراءات والسياسات الخاصة بSTRS. اجتمع أيضا وزراء الإسكان في كينيا لوضع إطار أفريقي في إطار اجتماع لليوم الواحد الداعي للتحول الحضري في أفريقيا، وتم عقد أيضا 11 جلسة نحو التحول الحضري وكيفية الارتقاء بالتحول الحضري حول القارة، وأيضا التحول الاقتصادي والاجتماعي. معالي رئيس الوزراء والسادة الحضور، أنا أشير إلى هذه الإنجازات بكل فخر، وأشير إلى دور الأمانة العامة للجنة الفنية المتخصصة على دورها، وأثني على دور كل الدول الأعضاء في عملهم المشترك وجهودهم والذي أثمر عن ناتج مفيد ومثمر جدا للغاية للقارة الأفريقية. وأود أن أشير أننا لم ندخر جهدا لتنفيذ الأجندة الخاصة باللجنة المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حتى أثناء خلال جائحة كورونا التي أثرت وعطلت كثير من أنشطتنا، ولكننا استفدنا من هذه الجائحة. لذلك السيدات والسادة، اليوم أمامنا أجندة شيقة للغاية وتأخذ في الحسبان أدوات الفعالة التي ستقوي من دور الخدمة العامة والحكومات المحلية، والتي هي تمثل عن أهداف وعن هوية سكان قارة أفريقيا. واليوم عندنا أمامنا اقتراح لعمل منتدى أفريقيا الحضري
وهو الداعي للاحتفال بالتحول الحضري، وهو أمر هام جدا بالنسبة لأفريقيا. إن قارة أفريقيا هي أقل قارة بها تحول نحو الحضر والعمران. إن التحول الحضري يأتي معه فرص العمل ويؤدي إلى التخفيف من الأماكن المزدحمة في المدن والقرى. لذلك أنا سعيد للغاية أنه تم عمل مؤسسات ومنصات خلال فترة ولايتي ستساعد نحو التحول الحضري، وليس لدي شك في أن اللجنة الفنية القادمة ستستفيد من الأسس التي وضعناها في الفترة منذ 2018. أنا أدرك أن هناك تحديات سنواجهها، ولكن سويا أمام عزمنا سنستطيع التغلب عليها. لتفعيل دور اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي، يجب أن نتأكد من أنها تشمل كل الدول الأعضاء، وأن نتحرك سويا للأمام من خلال التخطيط الاستراتيجي وأن التخطيط الاستراتيجي المبني على الخطط كل دولة. ودعوني أن في نهاية كلمتي أن أؤكد دور اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة وجهودنا المشتركة التي تؤكد وتضافر من جهودنا نحو التحول الحضري ومسؤوليتنا المشتركة تجاه قارتنا. وفي نهاية كلمتي أود أن أتمنى لكم أطيب التمنيات في انتخابكم الرئيس المقبل للجنة الفنية المتخصصة. ودعوني أعلن أن اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية تم افتتاحها رسميا، وأتمنى لكم مداولات مثمرة. شكرا لكم.